ادخل يا حاج علاء. السلام عليكم، اهلا بيكم في كل مكان. النهارده هوري لحضراتكم طريق الجمع العسل من النحل، عملي وواحده واحده ان شاء الله، ومع بعض هوريكم كل حاجه عن طريقه فرز عسل النحل. اول حاجه بنروح على الخلايا زي ما حضراتكم شايفين، وبناخد منها البراويز اللي فيها العسل. ده عسل موالح، زهرة البرتقال واليوسفي والليمون. اوقات بيصادفنا ان احنا نلاقي زوايد زي ما حضراتكم شايفين كده بيكون فيها عسل. ده شمع طبيعي 100%، النحل هو اللي بيأسسه، هو اللي بيعمله كده ما شاء الله. واخدين بالكم؟ سبحان الله. الشمع ده ممكن يتعصر وينزل منه العسل، وممكن يتاكل كده، بيبقى طعمه لذيذ. شايفين حضراتكم؟ دي أول مرحلة بنعملها أثناء جمع العسل، يعني إن احنا بناخد الشمع من الصناديق وننفضه من العسل من النحل اللي فيه. ونقعد أوري لحضراتكم المرحلة التانية والمرحلة التالتة لجمع العسل. تاني مرحلة بقى بنعملها ان البراويز بتكون مختومة او متقفلة، العيون السداسية بتاعتها متقفلة بالعسل. النحل اول ما بيخلص، اول ما بيملي العين بيقفل العيون ديت. احنا بقى بنقشطها وبنشيل من عليها الشمع عشان تبقى سهلة في الفراز، والفراز يقدر ان هو ينزل العسل منها بقوة الدفع. ده عسل طبيعي يا جماعة 100%.
وان شاء الله الرقم هسيبه لكم في الوصف لو حد محتاج اي كميات، ان شاء الله موجود عندنا. بعد ما بنقشط الوش بنحطه في الفراز زي ما حضراتكم شايفين، بعد ما بيتحط وبيتملي الفراز بيتم عمل دورة سريعة، دورة دوران شديدة للفراز، بتنفض العسل من عليه بتطيره على الجنب وبينزل في قاع الفراز ويطلع علينا زي ما حضراتكم هتشوفوا كده. ده العسل تحت اهو في القاع يا جماعة. تدويره على الوجهين، كل وجه بياخد له دور حوالي 2 3 دقايق. شايفين حضراتكم لو حابين ان انتوا تحضروا الفرز، اي حد حابب ان هو يحضر معانا ان شاء الله يتواصل معايا برضو، ممكن اسهل له ويجي يشوف على الطبيعة كل حاجة. وده رقمي 031-546-6239، ممكن فون ممكن واتس. اخر مرحلة ان احنا بناخد البراويز الفاضية بعد ما يتم فرزها وبننزلها للنحل تاني. عشان يرجع يشتغل فيها تاني لو البرواز فيها حضانة، لو هيشتغل في موسم البرسيم قريب إن شاء الله.
ده شكل العسل وهو نازل من الفراز، ده بيتم عملية تصفيته من الشمع عشان يتقدم لحضراتكم بالشكل ده. أتمنى من حضراتكم تكونوا استفدتوا، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.